ظاهرة التعريب والنحت في اللغة العربية، الجزء الثاني. أحسنتم، لقد استطعتم تخطي الغرفة الأولى من تحدي الغرفة المغلقة. وللتذكير، لديكم 20 دقيقة فقط، عليكم أن تجدوا فيها بطاقة الأحاج. نتمنى لكم التوفيق. 3، 2، 1، ابدأ. يا إلهي، لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت، يجب أن نسرع في البحث عن الأدلة. لا تقلق يا فصيح، بقليل من التركيز وكثير من التعاون سنتمكن من إنهاء التحدي بسرعة. كل الأمور في متناولنا. حسناً حسناً، فلنبدأ. ماذا وجدت يا فصيح؟ وجدت هذا الحاسب المحمول داخل الدرج، وعندما قمت بفتحه ظهر لي لغز لم أستطع فهمه أو حله. ما هو؟ أرني إياه. اللغز كالتالي: الزمكان، الزمان والمكان، ركمجة. أنا أعرف الإجابة، أكتب ركوب الأمواج. حسناً، دعني أجرب. الإجابة صحيحة، كيف عرفت ذلك؟ هذا لأنني خبير بموضوع النحت في اللغة العربية وركوب الأمواج. النحت في اللغة العربية؟ أصبحت نحاتاً الآن؟ أتعتقد أن هذا مضحك؟ من حل اللغز الآن؟ أنا ومعلوماتي بالطبع. ثم إن النحت في اللغة العربية هو بناء كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر أو من جملة. أها، أهذا أحد اختراعاتك؟ ألا تصدقني؟ النحت في اللغة العربية موجود منذ القدم أيها الذكي، وذلك أولاً لتيسير التعبير بالاختصار والإيجاز، وثانياً اعتبر وسيلة من وسائل تنمية اللغة وتكثير مفرداتها. طيب طيب، أرجو أن تكون الألغاز المتبقية في هذه الغرفة متعلقة بالنحت أيضاً، لأنك تبدو متمكناً من هذه الميزة اللغوية. بالمناسبة، لقد حصلنا على شريحة رقمية صغيرة عندما حللنا هذا اللغز. ممتاز، لأنني وجدت هاتفاً محمولاً مخبأاً تحت السجادة، لندخل البطاقة فيه، بالتأكيد سيرشدنا إلى اللغز التالي. ظهر لنا لغز جديد على الهاتف، وهو كما يلي: طبرستان زائد خوارزم يساوي علامات استفهام. دعني أتذكر، وجدتها، إنه النحت النسبي، وهو أن تنسب شيئاً أو شخصاً إلى بلدة معينة. طبرستان وخوارزم مثلاً تنحت من اسميها اسماً واحداً على صيغة اسم المنسوب، فتقول طبرخزي. جرب كلمة طبرخزي. أنت مذهل يا صريح، الإجابة صحيحة، لقد أثرت فضولي. هل هناك أنواع أخرى غير النحت النسبي؟ نعم، يوجد النحت الوصفي، وهو أن تنحت كلمة واحدة من كلمتين تدل على صفة بمعناها أو بأشد منها، مثل ضبطر للرجل الشديد مأخوذة من ضبط وضبر. وكذلك النحت الاسمي، وهو أن تنحت من كلمتين اسما، مثل جلمود من جمد وجلد. معلومات رائعة. لقد وصلتنا رسالة نصية على الهاتف، كتب فيها: أفرغ الطاولة وسترى طريق الخروج. هناك طاولة في وسط الغرفة، هيا لنزيل جميع الأغراض الموجودة عليها. هذا مذهل، إنها شاشة ضخمة جدا، كتب في أوسطها: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوجد حولها جميع أحرف الهجاء. ماذا يجب أن نفعل؟ وجدتها، اضغط على الحروف التالية: باء، سين، ميم، لام. إنها أحد صور النحت كذلك، تأليف كلمة من جملة لتؤدي مؤداها وتفيد مدلولها، كبسمل المأخوذة من بسم الله الرحمن الرحيم، وحيعل المأخوذة من حي على الصلاة. رائع، سأجرب هذه الحروف. إنها إجابة صحيحة. انظر يا فصيح، إنها بطاقة الأحاج، هيا لنستخدمها لفتح الباب. أخيراً أنجزنا المهمة بنجاح. أحسنتم، لقد أكملتم تحدي الغرفة المغلقة، المركز 20.
على الأقل تعلمت ميزة جديدة من مميزات اللغة العربية، لعلك تقدم القليل من المساعدة في المرة القادمة. طيب يا صريح، لكنني من وجد الشريحة ومن وجد جهاز الحاسوب؟ هل أذكرك؟ ها؟